بسم الله الرحمن الرحيم. قناة مصر تنس لتعليم التنس الأرضي تحييكم. إن شاء الله سوف نقوم بشرح تعليم التنس الأرضي من خلال قناة مصر تنس، وسوف نقوم بشرح اللعبة عملي ونظري من الألف إلى الياء من خلال هذه القناة. وسوف طبعا القناة تبقى الشرح كله باللغة العربية، لأن القناة أصلا موجهة للوطن العربي ككل. طبعا بمساعدتكم لينا وتشجيعكم لينا ان شاء الله سوف نوصل هذه الفكره وننجحها، ونحاول نفيد الوطن العربي والشباب الوطن العربي كله، ونفيد كل محبين اللعبه والهواه والناس اللي هي بتحب لعبه التنس ان شاء الله. من خلال هذه الفيديوهات هنعمل ان شاء الله شغل كويس بحيث نساعد الشباب واللي هو محبين اللعبه. اللعبه جميله جدا، وخاصه لعبه التنس ممتعه، بتساعد الفرد على اكتساب الكثير من المهارات والسرعة والقوة والمرونة والرشاقة، وبتمتعهم بأجسام صحيحة وبنية أساسية سليمة. اللعبة إن شاء الله هجزئها لأجزاء، هي فيها مهارات كتير. لعبة التنس فيها أكثر من حوالي 16 مهارة تقريبا. هنحاول كل فيديو نحط فيه مهارة، المهارة نحاول نعمل فيها طريقتين، طريقة نظرية وطريقة عملية، لأن لازم ننزل الملعب من خلال برضه الفيديو اللي احنا فيه دلوقتي. هننزل الملعب، بس دلوقتي هنتكلم على الحالة النظرية اللي هي بتسهل اللعبه للعيب وبتخليه يتمكن من اللعبه. يا ريت في الجانب النظري نقدر نجيب اجنده او مدونه نقدر ندون فيها الكلام اللي انا هقوله، لان الكلام اللي انا هقوله نفس الكلام اللي هو في الملعب. نفس الكلام النظري اللي احنا اتفقنا عليه هنعمله هو نفس الكلام العملي لما نيجي ان شاء الله في الملعب بنفس الفيديو برضه هنشتغل العملي، ولكن نبدا النظري مع بعض. يلا ندون مع بعض النظري نقطه نقطه. اولا بالنسبه للجانب النظري بتلاحظ انا النقط اللي انا هتكلم فيها دي نقط اجتهاديه من عندي انا، يعني مفيش كتب صراحه قالت شرح المهاره نظريا، لكن بتعتمد على العملي. ولكن انا عشان اسهل اللعبه على محبين التنس والهواة اللي هم مش قادرين بقى يقول لك المدرب غالي او ده او كده او كده، بسهل اللعبه بحيث تبقى سهله في ايدك من حكايه ان انت تطبق النظري وتبص على العملي، خلاص المهاره خلصت، خلاص بقت تمام. نبدا ندون مع بعض. اول حاجه في الفور هاند هنشتغل فور هاند. قبل ما اتكلم في الفور هاند هتكلم على مسكه المضرب. مسكه المضرب مهمه جدا، لان مسكه المضرب هي اللي بتاسس اللعيب المسكه الصحيحه. في كذا مسكه للمضرب، هناك ثلاث مسكات المضرب. احنا هنتكلم على المسكه الاساسيه اللي هي معظم اللعيبه شغالين عليها، اللي هي الاسترني جريب. الاسترني جريب اللي هي المسكه الشرقيه دي مسكه سهله جدا، وفي العملي طبعا هوريك بتتمسك ازاي واوجه المضرب ازاي وسهله ازاي. يبقى هنعتمد على المسكه اللي هي الاسترني جريب دي، بيلعب فيها اكثر من 90% من اللعيبه في العالم، حتى اللعيبه الكبار ما زالوا بيستخدموها، وان شاء الله لما تتقدم في المهارات وفي اللعبه تقدر تغير لعبتك براحتك. هنقول بقى بعد المسكه وان شاء الله نشرحها من خلال المدرب المساعد اللي معايا ونوريكم بنمسكها ازاي. او نبدا بقى في الفور هاند سريعا مع بعض كده. اول حاجه نقوم بالتحضير المبكر للضربه بدوران الكتف. اكتب معايا، نقوم بالتحضير المبكر للضربه بدوران الكتف. نمبر 2 نمره 2 الوقوف بالجنب. احنا عندنا التنس كله سايد واي، بنقف بالجنب الكتف الايسر مواجه للشبكه، وده برضو المدرب هيشرحه ليك ازاي بتوجه للشبكه كتفك وكده. نمبر 3 ثقل الجسم على القدم الخلفيه اللي هي اليمنى، على القدم اليمنى، والركبتين مثنيتين. نمبر 4 نعمل مرجحه خلفيه بالمضرب، وهنوريك المرجحه الخلفيه اللي احنا بنسميها عندنا الاكسبريشن اللي هو الباك سوينج، هنوريه لك ان شاء الله في اللعب في الملعب في العمل. الحاجات دي بتبان في العمل بتبقى شكلها جميل جدا. نمبر 5 عند بداية الضربة بننقل ثقل الجسم كله على القدم اليسرى، وبرضه هنوريها لك في الملعب بننقلها ازاي. المضرب نمبر 6 المضرب بيقابل الكرة أمام القدم اليسرى موازية للشبكة. رقم 7 يبدأ الجسم بالتحرك مع حركة المرجحة اللي هي الباك سوينج. رقم 8 تتم المتابعة اللي هي الفول ثرو، وبرضه الكابتن هيوريها لك في العامل ايه هو الفول ثرو، والمضرب يكون للأمام ولأعلى. رقم 9 بعد نهاية الضربة يعود الجسم للوضع للاستعداد والتحضير، واحنا هوريك نعود ازاي ونرجع ازاي للضربة اللي نبدأ نضربها. كما ذكرنا التحضير المبكر مهم جدا في الفور باك، الفور باك سهل جدا، وان شاء الله في الكلام اللي احنا قلناه كتبناه بسرعة دون هتشوفوه في الملعب بنعمله مع بعض ان شاء الله عملي، هيبقى شكله جميل والمدرب بيعمله، وتبقى ان شاء الله مع بعضينا عاوزين باذن الله نخلي الفكرة دي تنجح باذن الله على مستوى الوطن العربي، وازاي نخلي اللعبة دي سهلة، لان هم قالوا ان اللعبة دي لعبة الاغنياء او لعبة الملوك، لكن انا من وجهة نظري كلنا هنلعبها ان شاء الله. هيا بنا الى الملعب. شكرا. كده ده اللعب. بسم الله الرحمن الرحيم. قناة مصر تنس لتعليم التنس الارضي تحييكم في الملعب. هنبدا الفيديو الاولاني من الملعب،
ان شاء الله هنعمل مهاره اسمها مهاره الفور هاند. اوكي يا اولاد ركزوا معايا تمام. طبعا قبل ما اتكلم في الفور هاند احنا اتفقنا هنتكلم على مسكه المضرب. هي خطوه المضرب. اوكي خطوه المضرب سهله جدا. مسكه المضرب انتوا عارفينها، قصدي صوره خطوه سهله جدا. ادي المضرب جنب ايدي اهو الشمال، بقوم خط هي الفيس راكب باجي امسك المضرب بتاعي اللي هي مسكه الشيكان اللي اتفقنا عليها. ساكه مضرب. اوكي مسكه الشيكان ده يبقى الخطه العاديه اللي هي الاسترلي جريب. زيك يا مضرب اهو عندي يا مضرب. مسكه المضرب سهله اهي، دي مسكه الفور هاند. كل مهاره هيبقى لها مسكه. اوكي كل مهاره لها مسكه. احنا دلوقتي بنتكلم في الفور هاند، يبقى خلينا في الفور هاند اهو. المسكه العاديه اللي هي مسكه، نبدا بقى بعد مسكه المضرب. عرفنا مسكه المضرب، نبدا نشتغل في الفور هاند. مهارة الفور هاند سهلة جدا، واحنا كلمناها في النظري وهتسمعوها في بداية الفيديو. في العملي أسهل من النظري. يعني إيه يا كابتن؟ أول حاجة أنا عرفت مسكة المضرب أهو، إزاي كمضرب بمسك المضرب بتاعي. أنا واقف رجلين في وش جنب بعض أهو، الاتنين جنب بعض، بجيب مضربي عند رجلي اليمين أهو وأطلع برجلي الشمال سنة صغيرة وبشاور أكني ماسك كورة. الكابتن بيحط الكورة، أنا هحط لكم الكورة قدامكم دلوقتي، ويبدأ يقول لي هيد بول. يبدأ يحرك المضرب بتاعه ويمشي الفول السرول اللي اتفقنا عليه لحد الراكب ما يجي اب ماي شولدر المضرب بتاعه، كاني ماسك ايه؟ جان ماشين. طبعا انتوا هتبقوا عكس لما اجي اشتغل على الشبكه، هيبقى وشكم في الناحيه الثانيه اللي هناك. طيب انا دلوقتي واقف، هعيد تاني المسك تاني. اوكي اهو واقف، رجلي الاثنين قصاد بعض اهو، ازاي يا مضرب؟ اروح جاي بعد اليمين، اطلع برجلي الشمال سنه صغيره، كاني بشاور على حاجه بعيده اهو على عصفوره. الكرة التاني اروح ضارب الكرة هي، الكرة تطلع على الشبكة. طيب انا هشرح تاني المهارة دي من الناحية التانية عشان تشوفوها. اوكي تعالوا شوفوا ليه. تمام نفس اللي انا قلته في الناحية التانية اهو، بس عشان الشبكة هنا هضطر ان انا اشرح برضه الجزئية عشان الكورة تبقى رايحة على الشبكة من اول خالص. قبضة المضرب ازاي يا كابتن؟ المضرب اهو سلم عليه ازاي يا كمان كان. تمام دي المسكه، وقلنا كل مهاره لها مسكه كده. مسكه الفيست فور هاند تمام. اوكي طيب دلوقتي عايزين نعمل ستايل فور هاند اللي هو الوقفه بتاعتنا. انا سلمت على الراكب بتاعي ازاي يا مضرب؟ اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. رحت جايب المضرب عند رجلي اليمين اهو، واطلع برجلي الشمال سنه صغيره، اشاور على الشبكه بتاعتي ايه كده قدامي ايه. الكابتن يحط الكوره قدامي يقول لي هيد بول، اروح محرك شايفين الفول السرور بتاعي اهو، المنطقه اللي احنا بنسميها الفول السرور اهي، ماشي على يلا يا جماعه. وانت على اللايف. ايوه برافو.
رايه، يلا يا رايه. ها الله، هايله يا رايه. شايفين الراكب بتاعها راح فين؟ فين يا عيدة؟ تاني يا رايه. ريدي. ها شكرا يا جماعه. ها يلا يا ريدي، كلنا معاها برضه. نحاول نلعب شادو يا جماعه. ايوه الحركه ضرب. يلا هوب ورا يمك يا حنين. ايه يا حنين؟ يعني الكره اللي جايه ظبطه بالظبط. بضربها يا حنين كل مره. يلا يا ريدي. ها شكرا يا حنين، ارجع بظهري. جميله نور. بص يا جماعه بظبط. بص يا نور. الله
بعديها رؤية، يكون عندك يا رؤية. ما تديش قوي على شوية. قول لنا مع رؤية يا جميل هوب. الله كمان برافو عليك جميل قوي ها هوب. برافو عليك يا رؤية فور جميل جدا. حنين واحدة واحدة يا حنين هوب. الله كمان اللي جاي اهي هوب. خلينا على الكورة أنا معاك. شاطر يا حنين ولا يهمك. حلوة برضه. نور يلا يا كابتن نور ها. ولا يهمك يا نور حاول ما تتقاهاش. فك نفسك يا نور ما تخافيش هوب. ولا يهمك شكرا يا نور. اللي بعده سهيل ها. انا عوضت وقت ايه ها. برافو عليك يا سهيل انت واقف مكانك يا سهيل.